بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي فرض على أمة محمد الصيام كما فرضه على الذين من قبلهم أياما معدودات، وهو شهر رمضان. شهر رمضان هذا شهر القرآن، قال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ماذا نتحدث في التفسير في شهر رمضان؟ هل نتحدث عن أحكام الصيام وما يمن الله تبارك وتعالى به من فضله على الصائمين من خير وبركة؟ وقد تكلم كثير من المسلمين عن الصحة، صوموا تصحوا كما قال صلى الله عليه وسلم، وعن راحة الأجهزة في شهر الصيام، وعن التقليل من الطعام، وعن أهم شيء التقوى، الهدف من الصيام التقوى. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ممكن أن تتظاهر بشيء وأنت تريد وتعمل خلافه، هذا يحصل، أما الصوم لا يمكن. تستطيع أن تدخل بيتك وتغلق عليك بابك وتأكل والناس تظنك صائم، ولكنك لا تأكل ولا تشرب ولا تفطر، لأن الله يراك. ففي الصيام يتحقق الإيمان. الإيمان بماذا؟ الإيمان بالله الذي أنزل هذا القرآن. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فما هذا الهدى؟ هذا الهدى هو تحرير الناس، هذا الهدى هو الذي جاءت بأصله الشرائع السماوية كلها، وهو لا إله إلا الله. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فاعلم. الناس في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يفهمون اللغة العربية بشكل واضح، وهذا القرآن أنزل قرآنا عربيا وأنزل بلسان عربي مبين. فعندما أمرهم الله أن يقولوا لا إله إلا الله، علموا أنه يطلب منهم أن يتحرروا عن العبودية لغير الله ويطيعوا الله وحده لا شريك له. ولكن عندما جهل الناس ربهم، هذا اتخذ فلانا ربا، وذاك اتخذ فلانا آخر ربا، وهذا اتخذ إلهه هواه وشهواته ومصالحه الشخصية، ولو أدى إلى قتل الناس وسفك الدماء. فلا إله إلا الله التي جاءت بها الديانات السماوية هي تحرير للبشر من الطاعة والعبودية لغير الله تبارك وتعالى. وهل يحتاج الإنسان إلى هذه العبودية لله؟ نعم، إما أن يكون عبدا لله وإما أن يكون عبدا لغير الله من شياطين الإنس والجن. فالإنسان اجتماعي بطبعه. ما معنى اجتماعي بطبعه؟ أي لا يستطيع أن يعيش منفردا، لا يملك ولا يمكن له أن يعيش واحد بعيدا عن الناس كما تبتعد الوحوش، يزرع ثم ينتظر الحصاد فيحصد، ثم يعجن ثم يخبز ثم كذا ثم كذا، ثم ينسج الثياب ثم يعمل. قد يستطيع أن يعيش فترة معينة، ولكن بشظف العيش وصعوبته. فالإنسان ليس كالحيوان، طعامه نوع واحد وهو هذا العشب الأخضر أو العشب اليابس، لأن معدته مهيئة على أن تعطي أنزيمات تهضم هذا الشعب العشب اليابس وتفتته وتستخرج منه ما يغذي هذا الحيوان. ولكن الإنسان غذاؤه متنوع،
وحاجاته متنوعة، الحاجات المتنوعة في غذائه وفي لباسه وفي مسكنه وفي مأواه وفي متطلبات حياته وفي حاجته للجنس الآخر، هذا شيء مغروز فيه لا يستطيع أن يتخلى عنه، فلذلك سيكون اجتماعيا بطبعه، أي يعيش في جماعة، والجماعة تتقاسم الأعمال والأعباء، فيعيش الإنسان سعيدا في وسط الجماعة، فهذا يزرع وينال حظه من المال بالزراعة، فيبادل بما حصل أمورا أخرى، وهذا يحصد وينال أجره في الحصاد ويحصل حاجاته فيما ملك من الأشياء الأخرى، وهذا يطحن وهذا يخبز وهذا يعجن وهذا يربي المواشي وهذا يذبح وهذا يبيع وهذا يشتري وهذا يخيط الثياب وهذا يزرع القطن، ويتبادلون المصالح والمنافع. وأيضا الشعوب، الشعوب مع بعضها تتبادل المصالح والمنافع، فالله تبارك وتعالى خلق الناس شعوبا وقبائل لتعارفوا، أي لتتعاونوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أفضلية المخلوق بأنه الأتقى لله والذي يحرص على منافع غيره كما يحرص على منافعه، أما الذي يتسلط على الناس ليأخذ منهم أتعابهم ومنتوجاتهم ولا يعطيهم، فهذا ليس من صنف الناس، إنما هو من المتسلطين، كما ترون أعداء البشرية اليوم يسفكون الدماء بشكل مباشر أو عن طريق عملائهم من أجل أن يعبدوا الناس لهم، فيحرموهم حريتهم ويتسلطوا على أموالهم وعلى أعراضهم ويظنوا أنهم في حضارة وفي تقدم. لا، إنهم أسوأ حالا من الوحوش. الإنسان إذا كان اجتماعي بطبعه يحتاج إلى من ينظم حياة الجماعة، فهل ينظمها الإنسان من نفسه كما يسمى القوانين الوضعية، أو يأخذ التنظيم من خالق الأرض والسماوات؟ الله سبحانه وتعالى لم يدع الناس هملا، مع أن عقولهم ينبغي أن ترشدهم إلى أن الذي خلق لهم كل ما يأكلون ويشربون ويتمتعون ويلبسون ويبنون ويسكنون هو الله سبحانه وتعالى. ألا يستطيع هذا الإله أن يرسل لهم ما يتدبر به أوضاعهم وسلوكهم وعلاقاتهم ومصالحهم؟ ألا يستطيع أن ينظمها؟ بلى، وهو القادر القاهر، ولكن الله ترك الحرية للإنسان ليبتلي الإنسان ويختبره بعد أن أعطاه العقل وأرسل له الرسل، فإذا ترك الناس هكذا سيتسلط القوي على الضعيف، يتسلط عليه ويضربه منه، يقول له من أجل الشعب أعمل كذا، باسم الشعب بيأخذ البترول اللي بيطلع هو وجماعته، باسم الشعب ينفذ كل ما تريده أعداء الشعب من مصالح لأعداء الشعب، وإذا رفع رأسه واحد من الشعب قتله وقال عنه إرهابي. أهذه هي سعادة الإنسان، أن يتسلط الإنسان على الإنسان؟ لا، رب العزة سبحانه وتعالى بالرسالات السماوية قال للناس جميعا: لا، ارفعوا أيديكم عن بعضكم، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. أفلا يتدبرون؟ إذن الإنسان يحتاج لنظام، فأما أن ينظم الإنسان علاقاته مع بعض نفسه أو يأخذها من الله،
الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل ليبينوا للناس مسالكهم وطريقهم المستقيم الذي يطيعون فيه الله، وأنزل عليهم في الأديان السماوية ما يحقق سعادتهم بحسب تطورهم. فالإنسان القديم غير الإنسان الحديث. الله ولكن أصل الفكرة أن الله يريد من بني آدم أن لا يعبد الشيطان، لأنه إذا لم يطع الله سيطيع شياطين الإنس والجن. يقول الله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. عندما يقول الأستاذ أستاذ ديانة الاشتراكية، لما كنا ندرس هناك سموه التربية الاشتراكية، عندما يقول الطالبات: ما هذا التأخر، المرأة تمشي ولابسة جلباب أسود كأنها خيشة فحم تمشي، افتحوا صدوركم واكشفوا عن صدوركم حتى تتركوا الحر. فتستأذن طالبة وتقول له: يا أستاذ، نحن في بيوتنا نلبس الأبيض والأصفر والأحمر كالزهر، ولكن في الطرقات نحن خيشة فحم، نقلع عيون الناظر إلينا لأنه لا ينظر إلا ريبح ويريد أن يقضي شهواته منا بغير حق، نحن لنا كرامة. فالقضية إذن يا إخواني، ولو دجل المدجلون وقالوا النساء لازم تتحرري وتأخذي حريتك، يريدون أن تكشف ليصلوهم إلى أغراضهم وأهوائهم لا من أجل المرأة. أين سعادة المرأة في أوروبا؟ كشفت عن ساقيها ثم فخذيها ثم رأسها ثم صدرها ثم ظهرها ثم كذا، فماذا حصلت؟ اضحكوا عليهم، حطوا لهم تنتين وزيرة ومدري ايش، يكون يسيرونها كما يشاءون. حتى لو جعلوها رئيس الدولة، يكون اليهود عم مشوا رئيس الدولة مو رئيس الدولة، اليهود يسيرونه كما يريدون. كل هذا كذب وهراء يضحكون به على النساء، وتصدق هؤلاء المسكينات لا تدري أنها سلعة. عندما يوظف المرأة الجميلة التي تكشف فخذيها في متجره لا من أجل سواد عيونها، إنما ليجعلها مثل الطعم للسمكة حتى يأتي أرباب الشهوات إلى دكانه فيشتروا، يغتر بمناظر الفتاة الحسناء فيدخل دكانه عسى أن يشتروا أي شيء فيستفيد. فهي إذن مستغلة وليست مساواة. الله عندما يشرع نظاما وينزله للبشر لا يعطي طغيان الرجل للمرأة ولا طغيان النساء على الرجال حيث تجعلهم عبيد الشهوات، ثم يسير بعض الطغاة النساء في مصالحهم فتتعقد الأمور ويظنون أنهم يعبدون الله أو أنهم أحرار وهم عباد الشياطين. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني. رب العزة يقول: أطيعوني في كل ما أنزلت على نبي محمد صلى الله عليه وسلم من قرآن وسنة، وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل، أي الشيطان شيطان الإنس والجن، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه يوم القيامة وهو قريب وكل آت قريب، هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. أيها الناس، خلقنا لنختبر، لم نخلق كالدواب نأكل ونشرب، لا، خلقنا لمهمة. حتى الدواب والحيوانات خلقوا لمهمة ولكنهم استسلموا لأمر الله. من سخره الله للإنسان أصبح مطوعا للإنسان يدربه فيسخره له، ومن سخره لوظيفة أخرى حتى في ميكروبات صغيرة
تعيش في جزور الأرض تتغذى على نوع من الأطعمة ثم تفرز أشياء وأشياء أو تموت، فيستطيع النبات عن طريق هذه الميكروبات أن يتغذى ويسحب غذاء الذي يحتاج إليه في إيجاد الثمرة وإنشاء الشجرة التي تتغذى منها أيها الإنسان. كل شيء من مخلوقات الله حتى الزرع حتى خلق ليؤدي وظيفة، وأنت أتظن نفسك خلقت هكذا هملا عبثا؟ لا، خلقت لمهمة وهي التحرر، أن تكون عبدا لله. فإن لم تكن عبدا لله فأنت عبد لغير الله من شياطين الإنس والجن. ليس الشيطان شيطان الجن الذي لا تراه في عيونك، لا، في شيطان من الإنس الذي يسمع وسوسة الشيطان ثم يوسوس لك، كما يقول المثل العامي كلمتين في الإذن سحر. بيمشي معك واحد فاسد ما بشوف إلا بعد فترة يجرك إلى الفساد وتصبح مثله وأسوأ منه. تمشي مع شخص صالح يعطيك الخير والدلالة على الخير والحق فتستفيد منه وتنتفع، فهذا يدلك على الله وذاك يدلك على طريق غير طريق الله لتطيع غير الله. فإذا في شياطين للإنس وشياطين للجن، لأن شطن أصل معناه في اللغة بعده، فالشيطان بعيد عن الحق، فكل من بعد عن الحق الذي أنزله الله فهو شيطان. إن كان من الجن، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أفتتخذونه وذريته أولياء، يعني تتولونهم بالطاعة والتبعية. وأيضا في شياطين من الإنس، قال تعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقال الله تبارك وتعالى في آخر سورة في القرآن، قل أعوذ برب الناس ملك الناس، إلى أن يقول من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. إبليس كان من الجن، هذا الشيطان الجني، يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، فيوسوس في نفسك ويشعرك أن نفسك الأمارة بالسوء هي التي تطلب كذا. لا، نفسك تطلب الفطرة ولكن الشيطان يحركها، فإن استجابت له أمرتك بالسوء. والشيطان الإنسي عندما يلازمك ويزين لك الباطل، وحدة حرامية اشتراكية، وقف وتأدب مثل ما بتوقف الصلاة، أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة، وحدة حرية اشتراكية. نعم، هكذا كان شبابنا قبل أن يدخلوا قاعة الدرس يقفون للصلاة، لا يصلون لله، لا، يصلون لأم خالدة. من الأم الخالدة؟ ما هي الرسالة الخالدة؟ وحدة حرية اشتراكية. أين الوحدة؟ فرقوا العالم الإسلامي ومزقوه، وإن شئت العالم العربي فرقوه ومزقوه. فالأمة العربية، الأمة الواحدة، يزعمون أنها الأمة العربية ذات رسالة خالدة. ما هي رسالتها الخالدة؟ وحدة حرية اشتراكية. لا في وحدة ولا في حرية. بعض الناس يا إخواني مرته تتجسس عليه، زوجته، إحدى النساء اشتكت إلي أن زوجها والعياذ بالله تعالى يعمل مع الطغيان والطاغوت، وتريد منه أن يطلقها فيمتنع. قلت اشتكي عليه إلى القضاء، قال ما في قضاء. قلت له في قضاء رب العالمين، يعمل مع الطاغوت، هل هناك شهود يثبتون ذلك؟ قال نعم، يثبتون، شهود يشهدون أنه يعمل يأخذ 30,000 ليرة سورية ويقتل المسلمين. قلت طالما استحل القتل فهو كافر، أنت فصلت عنه وتستطيع أن تعتدي وتتزوج ما شئت. هذا يفهم القرآن، لا يصوم رمضان ويقاتل مع الكفار للمؤمنين، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. بعدين يقولون والله عم تكفروا كفر، نحن لا نكفر أحدا،
الإنسان هو الذي يكفر ويترك دين الله ويترك هذا القرآن. الحمد لله رب العالمين. أفلا